أنا عارف طبعا الموضوع محرج جدا، وأكيد عندك مليون سؤال. أنا إيه سبب وجودي هنا؟ وأنا مستعد أجاوب يا أستاذ حسن. لا الحقيقة أنا ما عنديش أي أسئلة من أي نوع، بس في الحقيقة أنا عندي كلام كتير قوي محتاج أقوله، لو تسمحوا لي. طبعا طبعا اتفضل. لو وجودي هيمنعك أنا ممكن أستأذن. لا لا بالعكس، أنا محتاج وجودك عشان تكون شاهد ما بيننا، لأني مش عارف أقول الكلام ده تاني. أنا أصلا مش عارف إزاي جيت، ولو سألتني دلوقتي هقول لك يا ريتني ما جيت وفضلت بعيد. أنا يا أستاذ حسن إنسان مش بيعرف يواجه، ده عيب في شخصيتي، ودايما كنت بحاول أهرب من المسؤولية، وتسببت في ظلم كبير قوي لنادية في حياتها بسبب العيوب دي في شخصيتي. أول ما جات لي فرصة أهرب من فكرة البيت والجواز والمسؤولية والبنات ودوشتهم، هربت بشكل مش محترم. أرجع أقولك في الآخر، إحنا كلنا نتاج لأهالينا، مفيش حد فينا كامل. يمكن أهلي علموني في المدارس، بس عمرهم ما فهموني يعني إيه بيت وجواز ومسؤولية، بدون الخوض في تفاصيل كتير عشان أنا مش عايز أقلب المواجع. أنا يمكن زمان ما كانش عندي الخبرة والفهم الكافي علشان أعرف مدى القسوة اللي اتعاملت بيها مع نادية والبنات. مفيش حد في الدنيا ممكن يعرف مدى القسوة دي إلا اللي عاشها، وللأسف هي عاشتها بكل تفاصيلها. بالرغم من كده ما منعتش أي حد من البنات إنهم يكونوا على اتصال بيا، ولا شويت صورتي قدامهم. وأنا بس عندي تساؤل عن توقيت الزيارة. ده أحسن وقت يا أستاذ حسن. أنا ما كنتش حاضر أجي وأتكلم ونادية قدامي غير وهي متجوزة. عايز صراحة أكتر من كده؟ ولا كنت حاضر أحط عيني في عينيها غير في وجودك؟ أنا أكيد مش عايز أي حاجة من نادية ولا من البنات غير إن أشوفهم وأقعد معاهم وأقول لهم إن أنا موجود. أنا محتاج أشوف بناتي يا أستاذ حسن. حضرتك أكيد هتفهمني، أنا مش عايز حاجة أكتر من كده، نفسي أشوف بناتي. الوحيدة اللي كانت على اتصال بيا أروى. حتى لما جيت الفرح امبارح بالرغم من إن هي اللي قالت لي تعالى، أخدتني بعيد عشان ما أبوظش فرحة أمها. طلعت لي بره هي ورمزي ووقفنا بعيد علشان نادية ما تشوفنيش. ومين قال لك إن أنا ما شفتكش؟ بس كأني ما شفتكش. أنا أصلاً مش شايفاك، ما ينفعش أشوفك. عارف يا حسن؟ الراجل ده هو اللي علمني معنى كلمة ندل. نادية أنا مش ندل، أنا ما كنتش قد المسؤولية. الندالة مش إنك مشيت، الندالة إنك ما قلتش إنك عاوز تمشي. كان ممكن تقول وكنت هسيبك عادي، كان ممكن تقول أنا عاوز أمشي كنت هدي لك عذر. أنا مش ممكن أسيبك تقعد وأنت مش عاوز تقعد. أنت ندل يا يحيى. وعامة أنا علمت بناتي إن هما ما يعرفوش أندال. بس ده حقي إن أنا أشوف بناتي. أوعى تقول الكلمة دي تاني. أنت مالكش أي حقوق، فاهم؟ أنا لو طول أشيل اسمك من أساميهم كنت عملت كده من زمان. يا نادي أنا اتغيرت. أنا مش جاي أخدهم منك. أنا كل اللي طالبه إن أنا أشوفهم برضاكي. ما تقول حاجة يا أستاذ حسن. يا نادي حتى عشان أسمائهم اللي مربوطة باسمي. أرجوكي اسمعيني بقلبك. بلاش غضبك يكون سبب في حرماني من بناتي وانا في السن ده. حتى لو انا ظلمت بلاش انتي تظلمي. انا ماليش غيرهم يا ناديه. جاي دلوقتي تقول الكلام ده؟ انا هقبل منك كل اللي انتي عايزه تقوليه، بس ارجوكي خليني اشوفهم. مش هيحصل، واروح حسابها معايا بعدين. ملهاش اي ذنب اروح. واخواتها كمان مالهمش ذنب. دلوقتي جاي تفتكر ان عندك بنات؟ Thank you.
يا أستاذ حسن، أنا مش عايز أي حاجة غير شكل علاقة محترمة يجمعني بيهم ويفضلوا معاها. أنا غلطت في كل حاجة عملتها معاهم في حياتي، ومش عايز حاجة غير إني أنا أشوفهم وأحاول أعوضهم على قد ما أقدر، وكل حاجة هتفضل زي ما هي. والله ما عايز حاجة غير كده. شكل البايظ قدامهم ده أحاول أعدله شوية. لا نادية، بتهيألي اللي من حقه يقول آه أو لأ هو البنات نفسه. حقه يا نادية، ربنا اداليك راجل محترم قلبه كبير وبيحس. أنا عايز أشوف بناتي يا أستاذ حسن، محتاج أشوف بناتي. انتي ايه اللي نزلك؟ اطلعي نامي نادية. بقولك اطلعي نامي نادية، ما ينفعش كده. نيلي اسمعي الكلام، اطلعي نامي نادية. مش معقول اللي بتعملي ده، انت مالكش دعوة اصلا، هي ما تعرفش ده مين. بقولك اطلعي نامي. تعالي هنا. تعملوا ايه هنا؟ اتفضلوا اطلعوا فوق. أنا كنت فاكرك هتتكلمي هي أكتر من كده. ليه؟ يعني كنت بتكلميني من وقت للتاني، وكل مرة كنت بكلمك كنت بقفل بعدها، وكنت بقول أنا ليه كلمتك، زي ما عملت يوم فرح ماما كده. أنا من جوايا كنت عايزاك تيجي عشان تنكد عليها فرحتها وتزعلها، بس بعد ما قفلت معاك أنا قلت أنا ليه كلمتك. أنا مش عارفة أنا عاوزة إيه. قربها النهاردة، أنا اتخرجت من الجامعة عشان أشتغل وأكون مذيعة، النهاردة كان عندي ميعاد شغل وكلموني وما ردتش عليهم عشان مش عاوزة أروح. ليه أروح؟ عشان مش عارفة أنا عاوزة إيه. بابا أنا ما عنديش ثقة في نفسي، مهزوزة في كل قراراتي. كنت محتاجاك في حياتي وأنا صغيرة، تشجعني، تعرفني نفسي، مليش نفس لأي حاجة، وفي نفس الوقت نفسي في كل حاجة، بس ما بعرفش أكمل في حاجة أنا عاوزاها للآخر. كان نفسي أحس إن أنا مقبولة في عينك، كان نفسي تغرقنا حب بدل ما ليلى تروح تشحته من أي حد بره، وبدل ما أنا مبقاش عارفة يعني إيه حب. كان نفسي تصغر لي بعينك وخاف منك، كان نفسي ان اجري على الباب واقول بابا جي بابا جي بابا جي، بس بابا ما جايش.
ازاي قدرت تعمل فينا كده؟ ازاي قدرت ما تكلمناش وما تشوفناش؟ ما كناش بنوحشك؟ ما كانش بيجي على بالك إذا كنا عيينا مثلاً أو تعبنا؟ طب وإحنا صغيرين لما كانت هند بتجيلها كومة السكر وماما كانت تنزل بيها جري على المستشفى، إحنا كنا بنقعد مع مين؟ أنا لما كنت بروح لأي واحدة صاحبتي البيت أبوها وأمها عايشين مع بعض، أنا من جوايا كنت بتقهر ومش بحسدها والله، لأ بس إحنا كان بيتنا ناقصه أب، وإنت ما كنتش موجود في حياتنا، كان دايماً عندي إحساس إن أنا عندي نقص. فازاي اقبل وجودك دلوقتي بعد ما اتعودنا على ان انت مش موجود؟ اشترك في باقات واتشت الشهريه بتبدا من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنويه تبدا من 150 جنيه. عارف لما شفتك انا افتكرت ايه؟ مره زمان ماما قالت لك تيجي تاخدنا من المدرسه، انت ما كنتش عايز، فجيت اخدتنا انا واروى. يا ماما كنتش طايق نفسك. مين قالك؟ طريقتك وعصبيتك علينا. يا ماما كنت مشغل اغنيه لام كلثوم، وانا كنت عايزه اتكلم معاك، كان في حاجات حصلت في المدرسه عايزه احكيها لك، كان عندي اسئله كتير، أنا كنت بحب أتكلم معاك. لقيتك متجاوبتنيش على ولا سؤال، وقعدت أتكلم على أنا أكل إيه على الغدا وإن الجو برد، كأنك كنت بتسكتني بس مكسوف تقولها لي، فقعدت بقى تقول أي حاجة. بس أنا ما سكتش وقلت لك يومها أنا مش عايزة أتكلم على الأكل والجو، أنا عايزة أتكلم معاك أنت. رحت زعقتلي، زعقتلي عشان عقلت صوتي، وفضلنا ساكتين طول الطريق. عمري ما نسيت الموقف ده، وكل ما بفتكره بحس ان انا كنت ضعيفة قوي. انا عندي طلب. طلبي. من فضلك ما تكلمنيش غير على الاكل والجو. النهارده وانت داخل علينا حسيت ان انت كنت خايف مني، وده احساس ما ضايقنيش خالص، بالعكس انا فخوره بيه. كان كل ما اي حد يسالني عنك اقول له مسافر، ده مسافر، دايما مسافر ما بترجعش. في حاجه كمان عبيطه قوي بس بتوجعني، عمرك ما هتصدق اصلا، ريحه البرفيوم بتاعتك كنت كل ما اشمها على اي راجل بكرهه من غير اي سبب، وبتعامل معاه بغضب غير مبرر لمجرد انه بيفكرني بيك. Thank you.
برضه مشي، برضه مشي. Ha ha ha.